بذل العلماء وما زالوا جهودا على مر العصور في تعليم أفراد المجتمع وتبصيرهم بدينهم وأصلاحهم مستبصرين بالشرع الحكيم. فتعاليم الإسلام تتلائم مع الطبيعة البشرية وتتفق مع الفطرة السليمة والعقل الرشيد، وبمقدورها تطهير المجتمع من فساده الثقافي والأخلاقي، فهي منبثقة من مبادئ وأصول الدين الإسلامي الحنيف الغني بقيم التسامح والتعاون والتواصل وبالقيم الإنسانية والخلق العظيم والسلوك الرفيع. فهل يقوم العلماء بهذا الدور على الوجه الأكمل؟ وما الخطر إذا ما قصروا في ذلك؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من رحمة للعالمين تأتيكم عبر قناة المغربية في لندن. سنخصصها للحديث عن دور العلماء في المجتمع وما حاجة المجتمع اليوم، وما أكبر وأكثر حاجة المجتمع المسلم اليوم لدور العلماء العالمين العاملين فيه. فللعلماء والنخب دور عظيم في تعزيز الإخاء بين المسلمين والقضاء على ما يعترض سبيله ويوهن قوته، ذلك أنهم ورثة الأنبياء في التغيير والإصلاح، وهم دائما حملة مشاعل الهداية وصمام الأمان للخلق من الضلال والهلاك بما يقومون به من جهود النصح والإرشاد والأخذ بأيدي الناس إلى صراط الله المستقيم. فهل يقوم علماؤنا اليوم بهذا الدور على الوجه الأكمل؟ وما الخطر لو قصر العلماء والنخب في القيام بهذا الواجب؟ علاقة العالم والمثقف بالسلطة، ما هي حدودها؟ وما هو دور العلماء والنخب في صنع التغيير وإرشاد الناس إلى الحقوق؟ هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها مع ضيفينا في سياق حلقة اليوم. نبدأ بالعرض التالي ثم نعود للنقاش. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، إذن نرحب بداية بالشيخ أحمد الصادق الإمام والداعية من ليبيا وتحديدا من مصراتة. شيخ مرحبا بك وشكرا جزيلا لقبول الدعوة والمشاركة. أود أن أبدأ معك بتشخيص حال ودور العلماء اليوم في واقعنا الراهن، كيف تنظر إليه؟ هل هو في المستوى المطلوب أم أن هناك تقصيرا فيما يتعلق بدورهم في مجريات الأمور وهذا الانقلاب والتقلب الذي تعيشه مجتمعاتنا حاليا؟ نعم، بارك الله فيك. بداية الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ونبيه وحبيبه ورسوله الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حيك أستاذ سمير وحي الأخوة العاملين قناة المغربية، وأشكركم شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة للمشاركة معكم في حلقات برنامج رحمة للعالمين، وأسأل الله عز وجل التوفيق والقبول والإخلاص. الحقيقة لا يخفى على أحد دور العلم ودور العلماء
والعلماء كما يعلم الجميع هم ورثة الأنبياء، وهم الذين تقوم عليهم مهمة إصلاح المجتمع وإخراجه وبيان الحق وتبييله لهم، لأنهم هم مشاعل النور التي تضيء للناس الطريق. فالأنبياء هم ورثة الأنبياء، فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ منه بحظ وافر فقد أخذ منه بكل خير. والحقيقة اليوم ما تمر به الأمة في شتى بقاع الأرض، شرقها ومغربها، وما زالت الأزمات تتوالى، وما زالت الهموم تحل بهذه الأمة، الدور الكبير والدور العظيم للعلماء هو دور لا يخفى على أحد، لأن الحقيقة الناظر والمتتبع يرى الناس دائماً في كثير من الأزمات ابتداء يلتفون حول العلماء، يسألون عن تأصيل وتكييف وبيان حكم ما ينزل من أحداث وما يحل في المجتمع أو في الأمة بملمات وبمستجدات. فبداية دائماً الناس تسأل العلماء وتلتف حولهم، تسأل عن هذه الأمور، ما الحكم، ما ينبغي أن نفعله، ما الذي يمكن أن نحققه، ما الذي ينبغي علينا نحن كمسلمين، من الذي سيبين ذلك، هم العلماء. والحقيقة اليوم نرى أن للعلماء أو ربما بين قوسين أخي سمير الخطاب الديني، الخطاب الديني اليوم له تأثير عظيم وتأثير كبير جدا. فحينما ربما يفعل الخطيب، أنا ربما سأتحدث بشكل أوسع عن الدعاة والعلماء والخطباء، حينما يصعد الخطيب اليوم على المنبر ويلقي خطبته في خطبة الجمعة التي أصبحت ربما هي في كثير من المجتمعات هي اللقاء الوحيد الذي ربما يجمع في كثير من الأحيان الناس بالعلماء والخطباء والدعاة، في خطبة الجمعة يملي الخطيب ما يريد ويقول ما يريد دون قاطعه أحد ودون أن يعترض عليه أحد. فمن خلال هذه الخطبة يوجه الناس ويبين لهم ويتحدث معهم ويؤصل ويكيف، وربما يوجه الناس ما ينبغي أن يكون منهم وما ينبغي عليهم في مثل هذه الأحداث، في مثل هذه الملمات، في مثل ما يحل وينزل، سواء على النطاق القطري، على نطاق البلدان الإسلامية، أو على نطاق الأمة جمعاء. اليوم حينما نتحدث عن أحداث غزة اليوم، من سيبين للناس، رغم أن الحق واضح وجلي ولا يخفى على أحد، ولكن من يزيده تبيانا ووضوحا وجلاء هم العلماء، يبينون لهم أن هذه القضية هي قضية إسلام وكفر، هذه القضية هي قضية حق وباطل، هذه هي قضية الدفاع عن حرمات ومقدسات الإسلام والمسلمين. فهنا أعتقد أن للعلماء الحقيقة دور عظيم وكبير جدا، ودورهم الحقيقة لا يخفى على أحد. ولذلك في المقابل إذا تأخر العلماء وقصر الدعاة والخطباء، فإن ذلك سيكون له أثر كبير وسلبي على المجتمع وعلى الناس في كثير من القضايا، سواء كانت القضايا المحلية، القضايا الاجتماعية، بيان القضايا حتى اليوم المستجدات الاقتصادية والمالية، وبيان ما ينزل بالناس من المستجدات يحتاجون فيها العلماء. فإذا تأخر العلماء فإن ذلك سيكون له أثر سلبي على حياة الناس. طيب، لكن أنا أود منك، دعني أقول أنا بدأت مصر على أن أسمع منك تشخيص لواقع العلماء اليوم. هل يقومون فعلا بدورهم في توجيه الناس ورعاية المصالح وتبيين فعلا الحق؟ والله الحقيقة الذي أراه اليوم وأنا أتحدث عن العلماء، العلماء في العالم الإسلامي جمعاء، ربما لا أخص قطرا معينا أو بلدا بعينه، لكن تبقى اجتهادات العلماء حاضرة، جهودهم واضحة في تبيين هذه المستجدات وهذه الأحداث. حينما أتحدث أخي سمير والسادة المشاهدين عن هذه الأمور،
أرى أن للعلماء الحقيقة دور كبير في مثل هذه الأحداث. واليوم نرى في كثير من الهيئات العلمائية على مستوى العالم الإسلامي يعني نشاطات واجتهادات وبيان ومؤتمرات وانعقادات وبيانات كثيرة تبين للناس، ويبقى دور العلماء حقيقة أخي سمير هو كما يقال المفتي دوره وفتواه ليست ملزمة، وإنما هو ما عليه إلا أن يبين، لا تبينونه للناس ولا تكتمونه. وأنا الحقيقة من وجهة نظري الشخصية أرى أن للعلماء اليوم بالحقيقة دورهم لا يخفى على أحد، ودورهم عظيم وكبير، وربما تتفاوت هذه الأدوار من بلد إلى آخر باختلاف الأوضاع وباختلاف السياسات وباختلاف الحكومات، ربما تختلف حقيقة صحيح، لكن يبقى لهم دور في كثير من البلدان أو من الأقطار التي فيها مساحة واضحة للحريات أو للحديث والتعبير عن الرأي. جيد، ابقى معي شيخ أحمد الصادق. مشكورا، بارك الله فيك. ينضم إلي من تونس الباحث والفكر الإسلامي دكتور أحمد الأبيض. دكتور مرحبا بك وشكرا لقبول الدعوة والمشاركة معنا. أود أن أسألك دكتور أحمد نفس السؤال كنت سألته للشيخ أحمد الصادق قبل قليل، والمتعلق برأيك أنت تشخيصا لواقع العلماء والدعاة والنخب، دعنا نسميها بصفة عامة، في عالمنا العربي والإسلامي المنطقة المغاربية كذلك، هل فعلا يقومون بالدور الذي يجب أن يقوموا به؟ بسم الله، تحياتي لك ولسادة الضيوف وللجمهور المشاهدين. ألاحظوا بعدا أن العلماء دورهم بالغ الأهمية باعتبارهم جزء من النخبة، ولا يمكن لشعب له دور حضاري ومستقبل بدون نخب. ففي غياب النخب حتى ولو كان الوعي الجمعي لدى غالبية الناس إيجابي، ولكن طب يبقى كل واحد بذاته المفردة عاجز على أن يجمع الآخرين. النخب هؤلاء هم الذين يقدرون على تجميع الناس وتحويل الإرادة الشعبية إلى طيار اجتماعي وظاهرة حضارية. هذه الملاحظة الأولى، ومن هنا قيمة العلماء. الناحية الثانية هي أن العلماء يمكن إدراجهم في خانة أخرى هي خانة المثقفين. والمثقفون هؤلاء قادرون على أن يبشروا بمستقبل، والأصل فيها أن يكونوا كذلك، ويكونون ناقدين للجوانب السلبية في الواقع ويبشرون بغد أفضل. ولذلك لما حست الدوائر المتحكمة عالميا بخطورة المثقفين عملت تدريجيا على جعلهم موظفين لديها، إلى الحد أن صدر كتاب من أحد علماء الاجتماع يقول أين ذهب كل المثقفين، بحيث وقع استدراجهم. وهذا الذي توقف عنده زيغموند بومان في كتابه الثقافة السائلة، عندما توقف عند المثقفين الذين صاروا موظفين. في حين أن التنظيرات السابقة كانت تتحدث عن المثقف العضوي، هذا الذي يرتبط بقضية ورسالة ومهمة. الملاحظة الثالثة هي دعنا نقسم العلماء قسمين كبيرين وبعد ذلك تقسيم فرعي. هناك من العلماء الذين يتحملون أمانة علمهم ومسؤوليتهم، أي نقصد الآن العلماء في الفضاء العلوم الوحي، وبالتالي يحملون أمانة الرسالة من أجل مزيد تبليغها ونشرها وتوسعة آفاقها وتأثير الناس عليها بالسياق المتاحة والممكنة. مقابل ففي هؤلاء نجد بعضهم الذين باعوا ذمتهم لشياطين الإنس، وهؤلاء سموا قديما بفقهاء البلاط أو مثقفي البنتاغون على حد تسمية روجي جارودي. قلت الصنف هذا الذين باعوا ذمتهم هذم لا يستحقون صفة العلماء، لأنهم ليسوا مؤتمنين على ما تعلموه، وينطبق عليهم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هؤلاء يعلمون أنهم يكذبون فيما يفتون وما يقولون.
العلماء الذين يتحملون. يعني دكتور حتى ولو دكتور حتى ولو شكلهم مظاهرهم تدل على أنهم أهل علم وكلامهم كذلك بالقرآن والسنة، وحتى برغم هذا لا يجب الثقة فيهم والأخذ عنهم؟ لا إطلاقا، هؤلاء باعوا بذممهم للشياطين. نعم. وهؤلاء وأحسب أن قطاع كبير من الناس يفهمون عنهم ذلك. وكما علق أحدهم بمناسبة غزة، افتضح هنا من الذين يتصدرون تلاوة القرآن أو الفتوى في المنطقة العربية. صحيح. وذكر وصار بالمناسبة واحد يقدم برامج في إحدى قنوات الخليجية كمفتن، وتسربت معلومة من المخابرات المركزية بأن السيد هذا يعمل لدى المخابرات المركزية، يعمل لدى الإمارة التي هو فيها وبتنسيق مع المخابرات الأمريكية. ماذا تريد أن يكون هذا؟ واضح. على كل حال الآن هو يطل على طلع عليه ملك الموت بمرض قاتل، وسيجد مسؤوليته أمام الله. قلت بالجهة المقابلة الذين النقطة هذه نحب نفصلها شوية. هؤلاء الذين يتحملون أمانة الرسالة، هؤلاء فيهم تخصصات، يمكن أن يكون البعض يتخصص في المجال فقه العبادات مثلا، فهذا مجاله، ولكنه المأصل فيه أن لا ينكر غيره من مجالات المعرفة ومجالات التأثير، وأن لا يجعل الذين يتتلمذون عليه يقتصرون على ذلك المجال، وإلا فإنه قد ضيق واسعا وأخل بالرؤية التوحيدية الإسلامية. وآخرون يتفرغون مثلا بالدعوي والثقافي، وآخرون يتخصصون أو يتفرغون بجزء كبير منهم لمناقشة ومحاورة الأطروحات المعادية سواء كان الإلحادية أو التغريبية، وآخرون يطرحون رؤية كلية للنهوض الحضاري للأمة، بل لإنقاذ البشرية، لأن الإسلام جاء رحمة للعالمين. وبالتالي هذه المجالات المتعددة في الغالب لا يمكن الإنسان أن يكون يحيط بكل ذلك، الهام أن يكون على ثغرة من الثغور ويعتبر أنه مسؤول عن ذلك. نعم. ويحرص على إشاعة المعرفة واستفزاز العقول لتجاوز المياه الراكدة وتجاوز الأفهام القاصرة. لكن الجامع، أحسب أن الجامع في هؤلاء العلماء المتحملين مسؤوليتهم، هي تقديم الرؤية الكلية الإسلامية باعتبار النبي جاء ليضع عن الشعوب يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. ولذلك كل اختزال للدين في بعد من أبعاده هذه رؤية غير رؤية السليمة. ثانيا، الجهة الأخرى هو جعل الناس يعيشون الإسلام كما عاشتهم النبوة. وقد نعود لهذه النقطة. نعم. من خلال أمثلة تطبيقية نستطيعها في راهن الحياة. طيب دكتور ابقى معي مشكورا، أعود إليك بعد قليل. شيخ. نعم. أحمد الصادق، إذا ذهبنا خطوة إلى الأمام فسألنا عن الدور في مجتمع يقوم به العلماء، والعلماء هم جزء من النخبة التي تتحمل المسؤولية، قد يكون علماء الدين طبعا هنا حديثنا عنهم، وقد يكونوا أساتذة في الجامعة، وقد يكونوا كذلك كتاب وما شابه. لما يقوموا بدورهم كيف تكون مجتمعاتنا برأيك؟ هل سنجد هذه المجتمعات التي نعيش فيها الآن سوء توزيع للثروة، ظلم وقلة العدالة، الحرية غير موجودة، حرية التعبير يجازى عليها الإنسان بالسجن أشهر أو حتى سنوات، هذا الواقع المرير الذي نعيش فيه، لو قام العلماء على سبيل المثال بدورهم الذي يفرضه عليهم دينهم ويدفعون في سبيل ذلك ما يجب أن يدفعوا لأنها ضريبة الجهر بالدعوة، كيف كانت مجتمعاتنا ستكون برأيك؟ نعم.
بالتأكيد أخي الكريم، يعني مسألة الآن قيام العلماء بدورهم والعكس من ذلك عدم قيامهم هو أمر خطير ومهم جدا، لأننا اليوم أنا ذكرت لك خلال سياق الحديث قلت لك ربما تختلف البيئات والأقطار من قطر إلى آخر، ويعني مساحة الحرية ومساحة التعبير عن الرأي تختلف من مكان إلى آخر ومن عالم إلى آخر، فربما يكون لعالم حدود يضيق فيها عليه، لا يستطيع أن يتحدث عن أمور كبرى، لا يستطيع أن يتحدث عن قضايا الأمة، لا يستطيع أن يبين ربما حتى بعض المسائل المالية الاقتصادية التي ربما تخالف أو الجهر بها يخالف سياسة الدولة أو القطر الذي يعيشه. ولذلك اليوم أنت ذكرت وأشرت أخي الكريم إلى هذه الجزئيات، اليوم كثير من العلماء والدعاة في بلادنا وفي غيرها من بلاد الإسلام والمسلمين ربما يدفعون ضريبة الجهر بالدعوة، الجهر بالحق، الجهر ببيان ما يجب أن يكون، وهذا الحقيقة هو دأب العلماء الربانيين الذين لا يخافون في الله لومة لائم. فلو سكت كل الناس واستكت كل العلماء وتأخر الخطباء والدعاة والفضلاء والعلماء تأخروا في بيان هذا الحق سيكون الأمر أسوأ مما هو عليه الآن. يعني تمر ربما على الأخطار وعلى البلدان أوقات وأزمنة ينتشر فيها الفساد، ينتشر فيها الرذيلة، ينتشر فيها بالمعاملات الربوية المحرمة، ينتشر فيها الرشاوة وينتشر فيها الفسق والمجول والفساد. لماذا؟ لأن أفواه العلماء كممت، ولأن الخطباء والدعاة والمصلحين ضيق عليهم إما سجنا وإما اعتقالا وإما قتلا وإما اغتيالا وإما تشريدا وإما نفيا. نعم. فنلاحظ مرت الحقيقة في كثير من الأقطار يعني بأزمنة وبأوقات كانت فيها المجتمعات أسوأ ما يكون. العلماء ليس لهم دور، المفتين ربما في بعض الدول وفي بعض الأقطار حينما خالف المفتي خالف دار الإفتاء رأي السلطان أو الأمير أو الوزير أو الرئيس خالفت رأيه ولم تتماشى مع أهوائه همشت هذه الدار وهمش المفتي وأغلق، كما حدث في زمن القذافي في الثمانينيات من القرن الماضي في ليبيا. يعني كان آنذاك المفتي الدولة الليبية فضيلة الشيخ الطاهر الزاوي رحمه الله تعالى كان رجلا صادعا وصادحا بالحق لا يخاف في الله لومة لائم، فأغلق حجر على هذا الرجل وأجلس في بيته وأغلقت دار الإفتاء وأصبح القذافي هو الآمر الناهي، لدرجة أنه كان يتلاعب بعبادات الناس بصيامهم وإفطارهم، يصومهم في غير رمضان ويفطرهم رمضان، بل تمادى إلى ذلك واستهزأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واستهزأ بالقرآن، ثم تجاوز الأمر ذلك إلى أن جعل الناس يذبحون أضاحيهم في يوم عرفة. فهذه الأمور حينما رغم ذلك ورغم ما كان هناك عدد من العلماء الصالحين والصادقين بالحق، ولكن كلما تكلموا كلما كممت أفواههم إما اعتقالا أو قتلا أو سجنا. فأنا ضربت لك مثلا أخي الكريم بواقع. طيب دعنا نبقى في المثال شيخ أحمد، شيخ أحمد نبقى في المثال الذي ضربته الآن قبل الثورة في ليبيا. اليوم نبقى في ليبيا كذلك، يعني هل أهل العلم والنخبة المثقفة يقومون بالدور الذي يجب أن يقوموا به في سبيل استقرار ليبيا التي تفتك بها الفتن السياسية،
هل يصدحون بالحق حقيقة ويستعدون لدفع الثمن مقابل ذلك، أم ما زالت هناك حسابات ويعني تخوفات لديه؟ نعم، الحقيقة الأمر ما زال يعني هناك عدد من العلماء ومن الخطباء ومن الفضلاء ومن الفقهاء لا زالوا يجهرون بالحق ويبينونه ولا يخافون في الله لومة لائم. والبعض ربما كما ذكر الدكتور يعني بعض من ينتسبون إلى العلم الشرعي أو إلى هذه الفئة الخطباء والدعاة أو العلماء لا يرون فيها إلا وظيفة يؤديها فيقبض مقابل ما يؤديه دريهمات ودنانير كمرتب يعيش عليه، يكون في بعض الأحيان خائفا ووجلا على أن يوقف عليه هذا المرتب أو هذا الدخل. لكن أقول الواقع اليوم في ليبيا بفضل الله عز وجل ما زال هناك عدد من الخطباء رغم التضييق، نعم، ورغم ربما بعض الجهات التي ربما تتداخل، ونسمع أحيانا باختطاف داعية أو خطيب أو عالم أو ربما يتعرض إلى الأذية. لكن رغم ذلك أنا أعلم عدد كثير من هؤلاء الخطباء الأجلاء والعلماء والفضلاء والفقهاء لا زالوا يجهرون بالحق يبينونه. والحقيقة هو هذا دأب العلماء الربانيين، لا تبينونه للناس ولا تكتمونه. واضح، شكرا شيخ، ابقى معي أعود إليك بعد قليل. دكتور أحمد، ما الخطر الذي يحدق بالمجتمعات حينما يسكت أهل العلم، تسكت النخبة، يسكت المثقف عن قول الحق وعن مصارعة الظلم ومصارعة الباطل؟ ما الذي يحدث لهذه المجتمعات؟ كيف تتحول؟ عندما يخون العلماء والنخب أمانتهم هذا مآله تدريجيا أن يشعر الناس أولا بخذلان العلماء لهم، واحد، اثنين، تدريجيا ثقافة الاستحمار تتغلب على عقول قطاع واسع من الناس وتنتشر التفاهة، وآنذاك يتأخر الفجر ممكن سنينا أو عقودا إلى أن ينهض آخرون. ونحن في إسلامنا لدينا الوعد وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. عندما لا يتحمل هؤلاء أمانة الحرية سيأتي آخرون يتحملونها، والدين محفوظ في كل الحالات، إننا نحن نزلنا القرآن الذكرى وإن له لحافظون. ولكن العلماء عندما حتى يقوموا بأدوارهم في حاجة أولا إلى أن يكون هناك وضوح في الطرح، ما يكونش ثقافة متاع تدين مشهدي مكتفي بلحية وكذا وما شيء من هذا القبيل، في حين تغيب مقاصد الدين الأساسية والعقائد الكلية، واحد. اثنين، بقدر ما يكون للعلماء استقلال اقتصاد يكونون أقدر وأجرأ في الجهر بالحق. أما الذي يكون ما مرتبط بأجرة شهرية لدى الجهة المتنفذة هذا ليس بيسع أن يمضي بعيدا، وإلا وجد نفسه في حالة يطمن اقتصادي. ولذلك الأمة في حاجة إلى أن توفر ضمانات اقتصادية لعلمائها من خلال جمعيات ومنظمات وتنظيمات وما إلى ذلك، كل مجتمع يبحث عن الصيغة التي تناسبه. هذا أيضا جانب مهم. الجانب الثالث هو أن يورث العلم لآخرين، وبالتالي أن يتحول العالم إلى مدرسة، وبالتالي يتأطر ضمنها جيل جديد شاب أكثر حماسة وأكثر جرأة وأكثر فهما لمشكلات الواقع والآليات المعتمدة داخله. رابعا هو الاستفادة من الإمكانيات المتاحة. سابقا كان بيسعى الإنسان يلقى خطبة في مسجد أو جمعة أو في محفل، نعم. الآن بيسعك أن تكلم العالم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وإن كان سابقا هناك أشكال من التنظم المعروفة فهذه لازالت سارية ولديها إيجابيات، ولكن وجدت صيغ للتعطير جديدة
عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأشكال التشبيك المختلفة. والعلماء في حاجة إلى أن يستعينوا بشباب يساعدونهم على الانخراط في هذا المجال. جهة أخرى أنه صارت المسألة ليست قاصرة على الدولة القطرية، فالعالم تحققت عالمية العالم على حد تعبيري أنور عبد المالك أو العولمة أو أن الدين هذا جاء للناس كافة. هذه صارت قضية حقيقة ماثلة خصوصا مع العولمة، ولذلك الاقتصار على الحدود الضيقة هو خنق للمعرفة للحقيقة وللعلماء. ولأن المشاكل ليست قطرية، يعطس الناس في نيويورك فيصاب الناس بالزكام في منطقتنا، ولذلك العلماء في حاجة أن يتكلموا في هذا ضمن هذه الرؤية تربط بين أصقاع الدنيا جميعا. دكتور، استطراد قصير، أنت أشرت لقول الله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، يعني أود أخذ رأيك فيما نشاهده اليوم مما يمكن نسميه انتفاضة الشعوب الغربية دفاعا عن فلسطين، وآخرها ما رأيناه من اعتصامات في الجامعات الأمريكية، هارفارد وما أدراك ما هارفارد، الجامعات تقتحم من قبل المدافعين عن الحق الفلسطيني، في حين جامعاتنا العربية وشعوبنا لا تقوم بهذا الدور إلا في مناسبة وبشكل محتشم. هل يمكن بشكل ما أن نقول أن الآية هذه وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم نراها رأي العين فيما يتعلق بغزة ودفع والدفاع عن الحق الفلسطيني اليوم من شعوب عربية إسلامية تسكت يدافع عن ذلك الحق غيره؟ يمكن أن يكون هذا أو يكون ما تحدث عنه القرآن في الآية 21 لم تقلني الذاكرة من سورة آل عمران، من أن أعداء الرسالات والحق والعدل والحرية على امتداد التاريخ يقومون بثلاثة جرائم. الجريمة الأولى هي الكفر بالآيات الإلهية، والجريمة الثانية هي أنهم يقتلون الأنبياء طبعا والرسالين من بعدهم، والجريمة الثالثة أنهم يقتلون الآمرون بالقسط من الناس. وبالتالي هناك على أوسع نطاق جماهير تؤمن بالعدالة وتسعى من أجل تحقيقها. ولذلك في ضمن الرؤية الإسلامية لابد أن نفهم أنه لابد من مد جسور التواصل مع هؤلاء، فهؤلاء يمثلون رصيدا للحق والعدل الذي جاءت قامت عليه السماوات والأرض وجاءت رسالات الأنبياء من أجل تحقيقه. وهؤلاء قطاع منه مآلهم أن يندمج في الخيار الإسلامي كما نلاحظ من هؤلاء الذين يدخلون في دين الله أفواجا بعد النصر الذي تحقق في غزة يوم 7 أكتوبر وما تلاه من عدوان إسرائيلي على أهل غزة. وبالتالي هذه زاوية نظر أخرى لتقديري من المهم استحضارها. والعمل وتشبيك العلاقات مع هؤلاء الأميرين بالقسط من الناس في مشارق الأرض ومغاربها. شيخ أحمد صادق، فيما يتعلق بعلاقة المثقف أو العالم هنا بالسلطة في واقعنا الآن، كيف تنظر إليها؟ هل هي مطلوبة أم أنها لابد أم أنها غير مطلوبة حتى يبقى العالم بعيدا عن الشبه وبالتالي كلامه له وقع أكثر وتأثير أكبر؟ نعم، الحقيقة هذا نرجع إلى نفس ما ذكرناه سابقا، وهو أن الأقطار والدول تختلف في علاقات العلماء والمفيد والخطباء والدعاة والفضلاء والفقهاء بعلاقتهم بالهيئة الحاكمة. فإذا كانت العلاقة وهي هنا تختلف كما ذكرت من بلد إلى آخر، بعض الهيئات الحاكمة تريد أن تهيمن على كل شيء حتى في إصدار الفتاوى وبيانها، ولا يخرج شيء إلا بتوقيعها أو ببيانها أو بإذنها. فإذا كانت إذا كان العلماء والخطباء والوعاظ والدعاة والفقهاء وغيرهم كانوا تحت طائلة الهيئة الحاكمة، فإنهم لن يتحركوا قيد أولمله
إلا بأمرهم وكما يشاءون، وربما تتغير الفتاوى وتتغير الأقوال وتتغير الدعوة ويتغير تتغير أو ربما يكون هناك ليل للنصوص أو لأعناق النصوص حتى تتوافق وتتوائم مع ما يريد ما تريده هذه الهيئة الحاكمة. وهنا سيكون الأمر خطير جدا، لأن كما ذكر الدكتور الاستقلال الاقتصادي للعلماء والدعاة والخطباء، لأن اليوم الأوقاف الإسلامية بفضل الله عز وجل كبيرة وكثيرة في الدول الإسلامية، لو كانت هذه الأوقاف هي المتخصصة أو لها ريع وجزء منها على العلماء وعلى دور الإفتاء وعلى مؤسسات المعنية بالفقهاء والخطباء، سيكون الأمر مختلف جدا. نجد ربما في بعض الأخبار الأخرى هامش الحرية أو علاقة العلماء مع الهيئة الحاكمة يختلف قليلا. هناك نوع ولو ربما نسبي من الحرية التي ربما يتحرك فيها العالم، يصدع بالحق ويبين، لكن مع ذلك سيكون له خطوط حمراء لا يمكن أن يتجاوزها. لذلك اليوم بعض الأخبار يكون لها أو يكون لهذه الهيئات الحاكمة إشراف مباشر على هذه الدور، على دور الإفتاء والمؤسسات المتعلقة بالدعاة والخطباء وغيرهم، لأنها تعلم، وأنا ذكرت لك في بداية الحديث، تعلم بين قوسين خطورة الخطاب الديني. لأن الناس بطبيعتها حتى وإن يحصل فتور أو يحصل تأخر، لكن يظل الخطاب الديني وقعه على الناس، وهو يغير مجريات كثير من الأحداث. دكتور أحمد، ما علاقة أو حدود علاقة المثقف بالسلطة؟ هل يجب أن يكون هناك فيصل وقطع تام، أم يجب أن يكون هناك تواصل، أم هناك ضوابط لابد أن تراعى، فإذا روعيت فلا بأس حتى بهذا التواصل؟ حدود هذه العلاقة بين المثقف والحاكم. راجع في العصور المتأخرة، وأن العلماء المفروض أن لا تكون لهم علاقة بالسلطة، وهذا لسببين. السبب الأولاني أن السلطة التي يتحدثون عنها في المراحل المتأخرة هي سلطة ظالمة مستغلة مستبدة تابعة، وبالتالي من يقترب منها يشوه ويسوء حاله. هذا جانب. لكن إذا نظرنا من حيث الفلسفة الإسلامية فسنفهم أن العلماء دورا، إما إذا ذهبنا مع ما ذهب إليه ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية، فهو يعتبر أن أولي الأمر هم الحكام والعلماء. نعم. وبالتالي لابد من التقاء، نوع من الالتقاء بين الطرفين، وعلى العلماء أن يحفظوا كرامتهم وأن لا يقبلوا بأن يكونوا مجرد أجراء وتابعين، وإلا فالقطيعة أولى. وعندما نقول قطيعة، أن لا يكون عاملا وموظفا لدى الآخرين، لكنه سيواصل حمل رسالة البلاغ عن الله سبحانه وتعالى وتبليغ صوت الشعب إلى الشعب وإلى أرجاء الدنيا. فهذا الواجب. الناحية الثالثة هي أن في قصة يوسف عليه السلام، هذا قال اجعلني على خزائن الأرض، وبالتالي هؤلاء الذين يحملون الرسالة الإسلامية أيا كانت تخصصاتهم، اقتصاد، ثقافة، علم، اجتماع، جمعيات مدنية إلى آخره، هؤلاء الأصل فيه أن يكونوا جزءا من النظام السائد في المجتمع، حتى لا تنفرد الفئات الباغية والعميلة بإدارة المجتمع، وأنذاك تتشكل دولة عميقة فاسدة يعسر معها التغيير، حتى وإن جاء على هرم السلطة من يريد الصلاح. نعم. ولذلك الاقتحامية هي الخيار الأصلي للدعاة للعلماء ولتابعي
تلاميذ العلماء في مجالات الحياة جميعها. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة هي أن أعود لنقطة أن لا يكون متسولا، أن لا يكون موظفا، أن لا يكون مستخدما، أن لا يكون بائعا ذاته، هو له رسالته والآخر بالإمكان يقع اختلاف إذا كان هناك إرادة حرة ووطنية، يقع خلاف في وجهة النظر، ما فيش إشكال. نعم. بين صاحب السلطة والعالم في علوم السياسة والعالم في علوم الاقتصاد والعالم في علوم الفيزياء والعالم في علوم الوحي. نعم. يمكن هذا. نعم. أما أن يبيع عالم الوحي ذاته فهذا غير المقبول. طيب لا دكتور، دكتور خلينا نبقى في هذه النقطة. يعني احنا من خلال المتابعة تجد ما يطلق عليهم بالإسلام السياسي أو الإسلاميين وما شابه، تجد مجموعة منهم تقبل بتبييض سلطة تعرف أنها مستبدة بحجة إكراهات السياسة أو بحجج أخرى وما شابه، في حين أنك تجد في نهاية الأمر الاستبداد يستفيد منك ويشوهك، ثم إذا بين قوسين قضى حاجته منك رمك، وهذه متكررة في التاريخ الكبير ولا زالت تتكرر ولا يتعلم السابقون من السالفين. لماذا دائما نعود إلى نفس المبررات التي تؤدي إلى نفس النتائج التي رأيناها؟ وين الخلل؟ وين العيب؟ هل هو في فهم هؤلاء لمفهوم السياسة؟ هل هو خوف منهم؟ هل طغت الدنيا عليهم مقابل الحق والدفاع عنه؟ أتحدث عن الإسلاميين ممن يشاركون في السياسة ويسعون إلى تبييض النظام ويبقون في ظله يستفيدون منه. أولا السياسة هي فن الممكن، والذين يقتحمون المجال السياسي ويتفرغون له. دعني أفصل في هذه النقطة. القرآن عندما حدثنا عن يوسف عليه السلام، هذا الذي صار يدير أمر مصر وأنقذ المنطقة كاملة، وليس مجرد مصر فقط. لكن ماذا كانت النتيجة بعد هذا النجاح الباهر بهذه الخطة الاقتصادية التي تمت على 15 عاما؟ حدثنا عنها رجل يكتم إيمانه من أهل فرعون، فقال لما هلك يوسف عليه السلام قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. يقول الشيخ طاهر محمد طاهر بن عاشور في تفسير التحرير والتنوير معلقا على هذه الآية أن يوسف عليه السلام كانت مهمته الأساسية هي مهمة اقتصادية سياسية وليست مهمة دعوية. ولذلك أنا في قراءتي لسورة يوسف عليه السلام انتبهت إلى أن السورة تقرأ من خاتمتها وليس من فاتحتها، لأن السورة ختمت بقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولذلك عندما يتفرغ أناس لجانب الممكن، هؤلاء مجرد جزء من الأمة وعلماء الأمة وحملة الرسالة في الأمة، هؤلاء مجرد جزء تخصصوا في مجال الشأن السياسي. لكن لابد أن يستمر العلماء وحملة الدعوة والقاعدة الجماهيرية في إطار آخر، هؤلاء هم حملة القيم الاستراتيجية، الآخر يعمل بالتكتيك والمهام المرحلية، لكن الآخرون هم الذين يحملون لوايات الشعارات الكبرى للأمة والأهداف الاستراتيجية لها. إن نجح السياسيون أهلا بكم، إن فشلوا يمضوا ويأتي ساسة آخرون يستفيدون من تجارب السابقين ويتعلمون من مكر أعداء المشروع الإسلامي على أمل أن يترشد خيارهم وتبقى القاعدة الواسعة التي يتزعمها العلماء والدعاة والمثقفون. هذه هي الخزان الكبير للإرادة السياسية وللمتخصصين في الثقافة والاقتصاد والسياسة وما إلى ذلك. الشيخ أحمد، يعني في نهاية الأمر العلماء اتفقنا على أن لهم دورا مهما في صناعة حتى التغيير أو ثقافة التغيير في حد ذاتها قبل أن تتحول إلى فعل. ما الذي يجب التركيز عليه برأيك
من قبل العلماء والمثقفين في نهاية الأمر؟ ما هي الأولويات التي يجب التركيز عليها وهم يشتغلون على صناعة ثقافة التغيير، على صناعة ثقافة عدم الارتكان إلى الظالم والظلم، ثقافة الصدع بالحق، ثقافة الاستعداد لدفع ثمن من أجل الحق وما شابه، حماية قيم الإسلام تحتاج إلى ثمن لابد أن يدفع. كيف نربي هذه الثقافة في أجيالنا؟ الحقيقة دور العلماء هو يعني يترتب كثير من الأمور، وهذه تختلف كما ذكرت باختلاف القضايا المطروحة واختلاف القضايا. شيخ أحمد، صوت ضعيف جدا. شيخ أحمد صوت ضعيف. نعم صوتك ضعيف، بعيد جدا. لا نفس البعيد يعني. طيب خلينا نعود للدكتور أحمد حتى يرتبوا الشباب في زملائنا، يرتبوا معك الصوت. أجبنا أنت على السؤال دكتور أحمد. طيب السؤال كان يتعلق كيف نكون ننشئ ثقافة التغيير، ثقافة الدفاع عن الحق، ثقافة الاستعداد لدفع ثمن من أجل هذا الحق في أجيالنا. أولا من المهم أن نقدم الرؤية الإسلامية في شموليتها منذ البدء للناشئة، للمتعلمين، للعلماء، للشباب المثقف وغير ذلك. هذا الجانب الأول، هو الحرص على تقديم رؤية كلية للإسلام. أعطي مثال على ذلك. أحسب أن البيهقي لما كتب كتابه شعب الإيمان الذي جمع فيه الروايات الأحاديث التي سبقته، كان يستهدي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أدنى درجات التوحيد هي إماطة الأذى عن الطريق، والطريق هنا يمكن أن نفهمه بدلالته الحقيقية للسونس فري، ويمكن أن نفهمه بدلالته المجازية للسونس فيغوري. فالدلالة الحقيقية هو الطريق الذي نمضي فيه، وبالتالي كل ما من شأنه أن يلحق ضررا بالناس هو أذى يجب إزالته، وسواء كان هذا الأذى على شكل شظايا بلورية أو معدنية، لكن يمكن أن يتسبب في تلوث بصري، تلوث سمعي، يمكن أن يتمثل في نفايات تنتقل إلى المعدة المائية فتلحق بها ضررا وبالأجيال اللاحقة، وبالتالي في كل التعبيرات هذه هذا هو أذن يجب التصدي له. هذه أدنى درجات الإيمان. أدنى درجات الإيمان في الطريق في دلالته المجازية هو طريق الإنسان وهو يكتح إلى الله، وطريق الأمة نحو مستقبلها أمرا بالمعروف ونهنا عن المنكر. وبالتالي كل ما من شأن يعيق تقدم المسلمين الحضاري ويعيق تقدم الإنسان لتوحيد إرادته مع إرادة الله، سواء كان بكبت حريته أو تكميم فمه أو مصادرة رزقه أو سفك عرقه الشريف، كل هذا هو أذن يجب أن تلتقي الأمة في نعم. أدنى درجات الإيمان على التصدي لذلك. واضح دكتور. عندما نقدم فهما للدين على هذه الشاكلة نعم. سوف لن يكتفي الناس بالحد الأدنى، وإنما يصبحون حملة رسالة وقضية وأمناء على ذلك. هذه الملاحظة الأولى. باختصار شديد انتهى الوقت دكتورة. نعم. الملاحظة الثانية، ليس مطلوبا من علماء أن يدفعوا الأثمان على شعوب وعلى أطراف لا تتحمل مسؤوليتها، وإنما هم مهمتهم إيقاظ الناس من أجل أن يصبح العلماء عنوانا لإرادة شعب. أنا نعم. ذاك يوسع العلماء أن يكونوا مستعدين للتضحية، وأنا لكن نعم. الأمة ستقف إلى جانبهم، وهذا معنى قوله تعالى: فأنساه الشيطان ذكر في السجن بضع سنين. عندما تنسى قضية المسجون سجين الرعي وسجين الحرية، أنا ذاك يقضي سنين في السجن. أما عندما تصبح هذه الرسالة متحملة من طرف قطاعات واسعة، فما له أن يخرج قريبا بإذن الله. مشكور جدا دكتور. رسالة خاتمة بعد الشيخ أحمد، طبعا تجاوزنا الوقت مع كل أسف جات مع المشكل التقني. رسالة للعلماء، ماذا تقول لهم اليوم في هذا الواقع؟
العلماء أقول الحقيقة أن الصدع بالحق وبيانه يعني ثمنه لن يكون سهلا، وربما سيقدم الإنسان فيه حياته، لكن ذلك ينبغي أن يكون على العلماء، هو بيانه، بيان الحقائق للناس وتعليم الناس أمور دينهم، وبداية بإصلاح المجتمعات وابتداء بالأسرة فالمجتمع، ثم ينتقل بعد ذلك العالم، وتختلف يعني توجهات العلماء وجهودهم، فمنهم من تكون ربما لديه الجهود المحلية القطرية في إصلاح المجتمع ومعالجة مشاكله الداخلية، وهناك علماء هم يعني يعملون على قضايا الأمة الكبرى، القضية الفلسطينية وقضايا المسلمين والأقليات المسلمة في العالم الإسلامي، وقضايا الأقليات المسلمة في أوروبا وفي الغرب وغيرها، الكل يعمل من أجل الإسلام وللإسلام وفي سبيل الإسلام، ولكن كل هذه التضحيات وهذا العمل ربما سيكون له ثمن، ربما يكون باهظا، ولذلك هذه التضحيات بإذن الله تعالى ستؤتي أكلها وتؤتي ثمارها إصلاحا وبيانا للحق في مجتمعاتنا المسلمة. شكرا جزيلا شيخ أحمد الصادق الإمام والداعية من مصراتة في ليبيا، وأشكر الدكتور أحمد الأبيض الباحث في الفكر الإسلامي من تونس. شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمين، والشكر موصول إليكم مشاهدين على حسن المتابعة. الجمعة المقبل إن شاء الله موضوع آخر نطرحه على حضراتكم في رحمة للعالمين. إلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.